عتبة جزاز ينادي السلم نايلو في نايلو على موجة البحر بيضحك ليه؟ بقول العتبة جزاز ينادي السلم نايلو في نايلو على موجة البحر بيضحك ليه يا غجر؟ سيبني يا متوحش، سيبني يا الفستان يا مكرم، سيبني يا متوحش. سلامتك. المجرم ملاني شخريب. قصدك خرابيش يا حبيبتي. بص اللي في ايدي ورقة فيها ايه؟ كتابة. طب خد اقرا. جاوب بسرعة، مكتوب ايه؟ مكتوب اللي بحبه ده دلع ويجنن. برافو برافو. عزيزة خلص النمرة بسرعة، وهاتي برعة وتعالي. الكلب ده تهجم على هدى غصب عني، الشيطان عزمني. الشيطان؟ عشان كده هبعتك تقابله. عزيزة خلص عليه بالطريقة 1100. في عرضك بلاش 1100 دي. يخرس، لازم تموت. أموت بس بألف وتلتمية. ما تستحقهاش، جريمتك ما ينفعهاش غير 1100. خدوه. حرام حرام والنبي حرام. مش عاوز معارضة يا هدى، تعالي.
خالص؟ ايوه خالص مالس؟ شغلنا كده يا اي. ده انتوا قاسين خالص. الشغل عاوز كده يا حبيبتي. موافقة؟ طبعا انا اصلي اموت في المغامريات. قصدك المغامرات؟ ايوه. عايز كده بقى؟ بص كويس. مين الزلوطة ده؟ اسمه ماكس. ماكس؟ ده يشبه المضحكاتي اللي اسمه فؤاد المقاول. قصدك فؤاد المهندس؟ يمكن، اصلي ما اعرفوش. اهو ده بقى يا ستي مندوب المنظمة بتاعة الجاسوسيين؟ احنا مش جواسيس، احنا بس نحب نخدم. طب مش تنقوا واحد شكله عدل شوية؟ احنا هنشتغل ولا هنستلطف؟ وانا مالي يا اخويا وامال شغلكوا؟ انت مالك؟ ما هو انت اللي هتغليه. انا؟ ايوه صحيح يا ممبس، هتشغلوني معاكوا؟ عشان تعرفي معزتك عندي. انا متشكره خالص خالص مالس، واكيد بالس. شو بقى يا سيدي؟ انا بقول اقابله في غواصه. ولا بلاش، احسن المخبرين تشوفنا. غواصة ايه؟ ده جاي هنا في الكباريه؟ ايوه، اول ما تشوفيه تقولي له العتبه جزاز. هي دي كلمه السر؟ هي دي. اذا قال لك السلم نايله في نايله يبقى هو المقصود، تجيبيه وتجيلي. بس كده؟ ادخل الاسانسير، دوس على نمره 8 واطلع فوق السطوح. هدى واقفه لك على السور مستنياك على نار، اطلع لها يا مرسي. هدى قدامك اهي، خطي خطوتين، خش عليها، خدها في حضنك.
يا اهلا وسهلا يا ارض احفظي ما عليكي. ليلتنا ناديه ان شاء الله. اتفضلي معايا اتفضلي. العتبه ازاز. السلم نايله في نايله. انت خواجه هنا كباريه يعني مكان محترم. ايه ده؟ نحن الملواني. ايه بتشتغل ملواني؟ انا اكبر مقاول في البلد. انا الملواني بتاع المطار السري. مطار سري؟ اجدع مطار سري في الدنيا. تعالى كده معايا على كفر البطاطا وانت تشوف بعينك. مقاوله بخمسة مليون جنيه. تقدر انت تبني مطار سري؟ مفيش داعي للكلام ده يا ملا. انا ملا. بس لازم يتقال. الناس مأمات وكل من التاسع يعرف يبني مطار سري. اوكي سوري. وكده عالم تخاف ما تختشيش. مفيش داعي يا جماعه نرقص احسن. ده باين عليه عايز يموت بدري. يعني محدش مالي عينك يا قرع انت. بالشكل ده؟ ابدا. ده انت باين عليك شقي خالص. وانت لسه شفتي حاجه؟ يبقى خالص مالس. امال فين عباس؟ ما شفتوش. يمكن ما يعرفش انك وصلت. ما يعرفش؟ ستيوبيد ايديوت. انا البلد اللي ادخلها فيران هتعرف وصولي من دقه جزمتي على بلاط شوارعها. ماكس كولين سكابولا. ماكس كولين سكابولا. بتكلم مين؟ سكابولا رئيس الشبكة. أهلا ماكس، وصلت أمتى؟ الساعة 10:18 دقيقة، 10:03 عرفت معلومات خطيرة. اتكلم. مصر بتبني مطار سري في حتة اسمها أبو بطاطس. أبو بطاطا. ثانك يو. سوري، أبو بطاطا. برافو. هبعت المعلومات حالا للوالدة، شكرا. رايت. ممكن أطلب منك خدمة؟ اطلبي يا قمر. كلم لي المستر اولا. اولا؟ قصدك سكابولا. يشغلني معاكم. الشغل ببساطه كده؟ انت يلزمك امتحان. طب اتفضل امتحن. مذاكرة كويس؟ لسه فاضل سؤال. لا مؤاخذة يا ماكسيمين، افتكرتك حد غريب. بتغير يعني بتحبها؟ وطبعا مضيع عليها فلوس منظمة. لا يا ابني ده انا اخرس. فين المعلومات اللي عندك؟ ما انا سعاده البيه قدمت 10 تقارير الجمعه اللي فاتت. تقارير عن القوطه اللي غليت قرشين، عن ماسوره المايه اللي فرقعت في شبرا. فين المعلومات عن المطارات، عن الطيارات، عن المدافع؟ فين؟ رجالتي بتحاول يا بيه. دول رجاله؟ دول جواسيس؟ دول بلاليس. تحولهم على ملجأ العجلة. وانت ما تنفعش. لازم اخلي الرئاسة تغيرك. وانت يا حلوة هخليك سكرتيرتي. مبسوطة؟ يا اخواتي انت طلعت لي منين؟ خلصونا منه فورا. الطريقه 1100. لا ده ما يستاهلش الرحمه. خلصونا منه بالطريقه 2300.
مش ممكن استجوابه. وهيفضل كده كتير ما يتكلمش؟ دي حالة فقد ذاكرة حادة. احنا كنا عايزين نعرف اسمه وعنوانه، اصلنا ما لقيناش في جيوبه اي حاجة تدلنا عليه. ده كويس انه عايش، ده لولا تفريغ هوا القنبلة حدفه بعيد، كان اتحرق مع العربية. انقلوه. قول لي والله. نعم يا فندم. قسم الامراض العصبيه فين؟ الباب اللي هناك ده. شكرا. العفو. مش معقول. مش ممكن. مستحيل يا ابني مستحيل. هو ايه اللي مستحيل يا دكتور؟ انت متأكد انك عبد الحفيظ عبد الاول مراجيحي؟ ان شاء الله انتص في نظري. متأكد؟ غريبة. تحلف انك من كفر ابو مرجيحة؟ ليه يا دكتور؟ هو باين عليا جاي من أتينا؟ انت يا ابني حتى غريبة جدا. واصعب على كلاب السكك يا بيه. تضرب تسعة من زمايلك؟ مع اني والله انا بخاف من الجوافة. ازاي؟ ده في اتنين منهم عاهة مستديمة. اصلهم جم على العقدة وزنوا. عظيم عظيم. انت معقد؟ من كلمتين يا دكتور. لو حد قالهم لي اركب الهوى واقلع عين الريح. وايه هما الكلمتين دول؟ انا هقولهم لسيادتك. بس قبل ما اقولهم لك مش لازم تعرف الحكايه من اولها. اتفضل. من 3 أشهر وانا في الكفر اتعزمت عقبال اولاد الابعد في فرح موظف زميلنا. العتبة جزاز وسلم نيلو في نيلو ويل. 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 العتبة جزاز وسلم نيلو في
العتبة جزاز والسلم نايلو في نايلو وي 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 جزاز والسلم نايلو في نايلو وي لا 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 ما يصحش كده يا ست انت عيب الله يا ست هانم ست هانم ست هانم ست هانم لا لا ما يصحش كده يا ست انت عيب دم دم والعتبة جزاز والسلم نايله في نايله العتبة جزاز والسلم نايله في نايله والعتبة جزاز والسلم نايله مفهوم دي حالة رد فعل منعكس رد فعل منعكس؟ ودي معدية يا دكتور؟ لا لا يا ابني دي معناها ان غنوة العتبة جزاز بتفكرك بجريمة القتل فعشان كده أول ما تسمعها بتبقى كلب سعران طور هايج يا نهار اسود يعني هيعالجوني في الشفخانة؟ لا 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 يا ابني المهم تبعد عن مكان الحادثة تتنقل مصر لا والنبي يا دكتور بلاش حكاية مصر دي ليه؟ أصلهم في الإذاعة والتلفزيون بيدوروا الغنوة دي ليل مع نهار وكمان فيه نصيبة تقيلة إيه؟ هيعملوها فيلم؟ ولو لازم تتنقل طب ما تعمل فيها صواب إيه؟ تكلم حد من معارفك في الإذاعة يمنعوا الغنوة دي لحد ما خف لا لازم تسمعها باستمرار وتتعود تتحكم في أعصابك وحنبتدي العلاج فورا اجيب لك دكتور يا دكتور لا يا ابني مفيش داعي مش قلت لك الطريقه دي ما تنفعش لازم تسمع الغنوه دي باستمرار ده احسن علاج ليك مفهوم مفهوم انا هكتب لك اجازه اسبوع لحد ما تتم اجراءات النقل بتاعتك طيب لا لا يا دكتور القلم اهو قدامك متشكر مش شايف يا ابني هلا جاي يا دكتور ما تشد حيلك امال طيب يا ابني ربنا يستر نعيما يا بيه نعم الله عليك ايه اللي عملته ده مجنون الموضة يا بيه موضة ايه ده لو قابلني حد من عيلتي مش هيعرفني ليه اصلهم معلميني بالشنب كلها جمعتين ويطلع لك غير واقول لهم ايه في البلد اتنشلت لازم تسمعها باستمرار وتتعود تتحكم في اعصابك لازم تسمعها باستمرار وتتعود تتحكم في اعصابك لازم تسمعها باستمرار وتتعود تتحكم في اعصابك
فضلك. لا مؤاخذة أنا متأسف. مش انا مخصمك. وانا برضه اقدر على خصامي. اصلك ما كنتش مصدق ان انا باخد ماكس على قد عقلي. ادي احنا خلصنا منه خلاص. ازاي يا بيبي؟ رقعت بومبا طيرته على العربيه. يا اخواتي اتاريك وحشاني. متوحش وبس. ده انا علشان خاطر عيونك مستعد اعمل طرزان كمان. سي عباس، سي عباس، سي ماكس رجع. ماكس اتنسف يا حمار. اتنسف ورجع وقعد على ترابيزه 13. لقيته؟ هو بعينه. اشغليه اشغليه لغاية ما اخلص منه. انا بتشبه. لا مؤاخذة مطرح حضرتك للدرجة دي انت متضايق مني؟ انا؟ امال مش عايز تقعد معايا ليه؟ حضرتك عايزاني اقعد؟ يا اخواتي يا اخواتي سلامتهم الف سلامة. هما مين؟ اخوات سيادتك. ده ايه الهلمة دي؟ حس كده بقى اجيب لك ايه؟ قهوة؟ شاي؟ طب اجيب لحضرتك كوباية لبن ذكر؟ طمني الاول انت كنت فين طول المدة دي؟ في كفر ابو مرجيح. قبل الحادثة ولا بعدها؟ لا قبل الحادثة. لكن انت مين اللي قالك على حكاية الحادثة دي؟ العصفوراية. غريبة اكونش بقيت مشهور وانا مش واخد بالي. ها وبعدين؟ وبعدين ده اشتاشف. يا حرام ده انت لازم كانت حالتك صعبة خالص. خالص قوي. يبقى خالص مالس. قوي قوي. يبقى خالص مالس بالس. لكن قولي انت معرفتش مين اللي كان السبب في الحادثة؟ مسير اعرفه وانكد عليه. عشته ليه بس؟ انا بقول الطيب احسن والحمد لله صحتك كويسة وتقدر تشتغل. اي والله الشغل وحشني. الملواني جه. مين الملوان؟ يا اخواتي هتستعبط تاني. اهلا وسهلا. حضرتك مين؟ يا سلام دلوقتي عارف من نفسك مش عارفني؟ لازم حضرتك غلطت في العنوان. انا الملواني بتاع المطار السري. وانا عبد الحفيظ المراجيح من كفر ابو مرجيح. وانا مالي؟ وانا جاي اخطبك. انا جاي اشرب من دمك. ليه يا فندم ليه؟ ما تشرب من البرميل ده. يا سلام وكمان ليك نفسي تتريق. يا سعادة البيه. امال ايه اللي ورمه كده؟ ده خلقة ربنا يا فندم. وربنا بيه ده هبرني هبرة جملي. حتى اسألها. حضرتك شفتي ايه؟ ابدا كنا قاعدين في حالنا زي جوز العصفورات.
جه الملواني وراح معلقه مش جاكيته كده اهو، وبقى يا حرام يفلفص زي الفرخه المسلوخه. وانت ايه اللي وداك الكذب ده؟ انا عيان يا بيه ومنقول مصر الجديد عشان اتعالج اهو. هو مش برضه سيادتك بتعرف تقرا؟ وقد قدم المدعو عبد الحفيظ عبد الاول مراجيحي ما يثبت انه موظف بارشيف الشهر العقاري، فتقرر الافراج عنه بالضمان الشخصي واحاله بيومي الملواني الى الكشف الطبي لتقرير مده العلاج. سيبت ركبي. الله، اتاريك جبان يا بيبي وانا مش عارفه ايه الاخبار. شوف يا سيدي، الملحن قرب يخلص لي الغنوه الجديده، والخياطه سلمت لي الفستانات. اوه مش وقت هزار، انا اعصابي تعبانه خالص. خالص بس ده خالص مالس واكيد بالس. انا بسالك عن ماكس. قصدك عبد الحفيظ؟ مين؟ ما هو غير اسمه وزرزر بطاقه لنفسه. صور بطاقه؟ ده انا ما كنتش فاكراه حويت وتحتاني بالشكل ده. وهو فين دلوقتي؟ مش معايا. مش كنت سوا في الاسم؟ ما هو بعد ما خرجنا من الاسم زاغ مني، ضاع. ضاع؟ على فين يا بيبي؟ لازم اخلص منه قبل ما ايه. ما تخافش، ده العمر واحد. ما هي دي المصيبة، لو عندي ستبني ما كانش همني. مين عبد الحفيظ؟ رفعت منك لله يا شيخ، سيبت ركبي. يا اخي انا افتكرتك حرامي، انت دخلت الشقه ازاي؟ يجازيك يا رفعت يا ابني، انا اديت المفتاح ساعه ما وصل من البلد نسيت اقول لك. معلش تعيش وتاخد غيرها، قوم نام بقى احسن، باين عليك تعبان قوي. تعبان؟ وانا هيجيني نوم بعد اللي حصل ده. مسكين، يظهر حادثة الغزية بوظت أعصابه. الحق يا بيبي، الوالدة بتنادي عليك. أيوة يا ماما، نقبل الأيادي. الرز استوى في كفر أبو بطاطا. برافو. مطلوب عدد العشش والحدايات والزمامير. حاضر. سليت لقرع ينفذ العملية. ما بلاش سليت لقرع يا ماما. نفذ التعليمات، دي أوامر جاية من فوق. حاضر. مالك يا بيبي؟ اتفضلي يا ست. طب كفر أبو بطاطا دي وعرفناها، لكن الباقي ده معناته إيه؟ العشش يعني حظائر الطيارات. والحدايات؟ الطيارات نفسها. والزمرات؟ يعني المدافع المضادة. طب وإيه صلة الأقرع اللي عايزين ينفذ العملية؟ الكلب ماكس. يا خبر؟ أشتغل معاه إزاي وكل واحد فينا عايز يقتل التاني؟ أما مقلب؟ طبعاً مقلب. ولو ما نفذتش الاوامر هروح في دهني. ما تقولش كده يا بيبي، احسن قلبي بيتقطع علشانك فتافيت فتافيت. ده طريني يا هدى، اتصرف ازاي؟ طب لو جبت لك ماكس هتعمل ايه؟ ده انا كنت غرقك ذهب والماس. لا انا عايزه حاجه زغنطوطه خالص مالس. اموري. عاوزاك تكلم الوالده علشان ترقيني وتخليني ابقى معاكوا في الجاسوسيين. بس كده من عينيا. يا اخواتي يا اخواتي. ادخل. اهدا يا افندي. ده يا فندم تقريري من المصلحه عشان. ما شاء الله ما شاء الله، داخل تنضم تقريري يا افندي وزراير الجاكيته مفتوحه. فوضى؟ مفيش احترام للعمل؟ اتفضل يا افندي اتفضل، مخصوم منك يومين اتفضل. استنى هنا يا فندم، تعال. الموظف الجديد وصل ولا لسه؟ لسه يا فندم. حاجه حلوه قوي، الساعه 8:04 ولسه ما وصلش.
فكرني لما يجي اكتب له انذار عشان اخرب بيته. مع السلامة. ايوه يا ابني، انت عايز حد هنا؟ انا الموظف الجديد. استلم يا سيدي، ربنا يتوب علينا من التربة دي. تربة اللي يغضب عليه البشكاكي بيدفنه هنا. وسيادتك مدفون هنا بقالك كتير؟ 23 سنة يا ابني. ياه، ليه قتلت قتيل؟ لا والله، كل ما في الامر اني دخلت على حضرة البشكاكي من غير ما اخبط على الباب. يا ده باين عليه جديد قوي. انت لسه ما قابلتوش؟ لا والله لسه. ده سأل عليك 3 مرات لحد دلوقتي. ليه يا اخي؟ ده الساعه لسه 8:06. اللي يتاخر دقيقه تبقى جنحه. ده باين عليه نمكي قوي. نمكي ورزل وابن 60 هرمه. طيب ده مره مش وقته، سيب الراجل يشوف شغله. وانت نازل الدوسات من فوق الصندره. الله يكون في عونك يا ابني. سايب شغلك ليه يا فندم؟ لا يا فندم، ده احنا لسه يا دوبك مسلمين الشغل للموظف الجديد. وسلامته وصل امتى؟ من 3 دقايق و20 ثانية ونص. لا مؤاخذة يا حضرتك. حضرتك موظف هنا؟ لا، جاي في زيارة. من بختك. أصل ربنا داعي عليه يشتغل مع المفتري ده. قصدك مين؟ البشكاتب بتاعنا. راجل رزل تبت سدخ، لو اتعور يخر تلج. ده اللي هو فرغلي يا فندي. في واحد في الدنيا محترم اسمه فرغلي. ودي فيها ايه؟ فيها ايه؟ فيها انه من سلالة معدومة الذوق كده. في حد في الدنيا يسمي ابنه فرغلي؟ تلاقي ابوه بتاع بطاطا مسحراتي. عشان كده الوقت طلع معقد وكمان معقد. طبعا ده فاهم نفسه عجل ابيس، مع انه بشكاتب دوبيا ما يساويش فحل بصل. ده انت لازم تعرفه كويس. اعرفه؟ هو حد مربي له العصبي غيري. يا سلام، ده انا مره فقعت وبوكس طرمت له سنان كده اهو. اللي بعمله فيه. بيني وبينك هيغير اسمه فغري، هيسمي نفسه نبويه. نبويه؟ البشكاتب قال. وانا يهمني بشكاتب ولا غيره؟ البوستة وصلت يا حضرة البشكاتب. بشكاكا كا سيبه وخرج انت بره. حضرة انا ابويا مسحراتي. يا سعادة البيه، التسحير واجب وطني. انت طربتلي اسناني قبل كده. كذاب، ما شفت سيادتك واحد كذاب قبل كده. وكمان نبوية. قليل الادب. أنا قليل الأدب ومش متربي. أنا بقى اللي هربيه، ها؟ ومن لم تربيه الأيام والليالي فسوف يربيه فرغلي. ربي يا فندم، ربي زي ما أنت. اخلص! النهارده مفيش سهر ولا كباريهات. كباريهات؟ محضر بوليس اتحول لي النهارده يا ربيب السجون. شكراً. وبناء على تقرير الكوميسيون الطب العام هتكون تحت أشد أنواع المراقبة هولاً وزهولاً. ربنا يزهلك يا فندم. نعم؟ قصدي ربنا يدهولك يا فندم. قصدي ربنا يخليك يا سعد بيه. ويكون في علمك إذا كلمت واحدة ست أو قابلت واحدة ست أو حتى كتبت اسم واحدة ست أنا هرفع مذكرة بفصلك. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. ده حتى علشان أثبت لسيادتك حسن نيتي هغير اسم امي واسميها فرغلي. خلاص. حاضر يا ماما. الو؟ هات. اوعى كده اوعى كده كده. الو؟ مش هي دي اداره الخرشوف؟ قصدي الارشيف. هي اسمها ايه؟ الارشيف. انا متاسفه قوي. مين اللي بيتكلم؟ هات كرسي. محسوب سعادتك، فرغلي محمود السمح، حضرة البشكاتب. صحيح، أنت البشكوتة؟ إزيك يا حضرة البشكوتة؟ حلوة أوي 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 حكاية البشكوتة دي. توقف كده ليه يا فني؟ ما تروحش في شغلك وأنت واقف زي اللوح كده. حاضر يا فندم. أهلاً وسهلاً. أي خدمة يا فندم؟ إحنا موجودين هنا عشان خدمة المواطنين الصالحين اللي زي حضرتك. يا
يا اخواتي على خفة دمك. ده بعض ما عندكم يا فندم. اي خدمة؟ تعبانة يا حضرة البشكوتة. ان شاء الله البشكوتة. اجيب لك دكتور؟ لا انا عايزة زازة. زازة؟ لكن انا فرغالي. فافا. زازة عبد الحفيظ الموظف الجديد عندك. عبد الحفيظ. نقول له مين يا فندم؟ قول له العتبة. العتبة. اتفضل يا استاذ كلم. انا يا فندم. ايوه انت يا سي زازة. انا زازة؟ مين اللي بيقول كده؟ العتبة. فهمني تطلع مين العتبة دي؟ اوام العتبة. العتبة. العتبة دي تبقى عمتي. عمتك اسمها العتبة؟ اصل يا فندم تقاليد عيلتنا تمنع الست تقول اسمها كده. ايوه يا فندم. بدل ما تقول الاسم تقول سكنها. يا سلام. ايوه والله يا فندم. يعني عندك مثلا عمتي الصغيره اسمها شبرا. عمتي الكبيره اسمها العجوزه. خالتي بقى اسمها ضرب شكمبه. طب خد كلم العتبه دلوقتي وانا ليا معاك كلام تاني. منك لله يا شيخه وديتيني في داهيه. اخسى عليك يا زازة. يا ريتني كنت مت ولا سهرتش افكر في كل البطول. بجد؟ طب انا اسف بس اعملي معروف ما تكلمينيش في التليفون تاني. اصلي متراقب. العسكرات مراقبينه. طب اشوفك ازاي يا زازة؟ تحب اجيلك الشغل؟ لا ما احبش. اعملي معروف لا يحولوني على ابو زعبل. طب مع السلامة يا عمتي. ده باين انه متراقب بصحيح. لو متراقب كان هرب. وايه اللي هيخليه يقول لي كده؟ بيحطم اعصابه لحد ما اعفيله زي الفرخه التايخه. ويضحك يا بيبي. شوفي بقى ساعتها الدنيا من غيري يبقى شكلها ايه؟ لا انا كنت ازعل خالص خالص مالس. ويمكن البس عليك فستان اسود اخر موديل. وده وقت موديلات برضه. اطمن يا بيبي. اطمن ازاي والسكينه فوق رقبتي؟ ما تخافش انا هحطهولك في جيبي. هتقدري عليه؟ ده انا اقدر انقل الهرمات من مطرحها. احبك يا هدهد. حضرة البشكاتب موجود؟ اتفضل. انا تيبت؟ انا ريزل؟ يمكن يا فندم يقصد واحد تاني. لا يا استاذ، هو فيه ريزل غيري؟ اتفضل اتفضل يا استاذ. ما بقاش فرغاني ما ربيتكم يا همك. نعم. الحاج هدهد عبد الرحيم المراجيحي. مراجيحي؟ يعني تقرب لواحد البلك عبد الحفيظ؟ والله اعلم، ابقى عمه. ومش مكسوف من نفسك؟ حد يا ابني يتكسف من دمه؟ دم زفر عفش. ده مهمل كسول غبي. اخص والفين اخص. كويس يا ابني انك قلت لي عشان ما وصيش عليه جوز بنتي. جوز بنتك؟ وكيل الوزارة. زيادة وكيل وزارة جوز بنت حضرتك؟ كنت عايزة اوصي يوصي جوز بنتي التانية. مين يا ترى؟ سكرتير عام الوزارة. يا اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل استريح. اتفضل يا فندم استريح على كرسي الجلد الاريح. يا سلام يا سلام ونعم الناس الكمل يا فندم. حفظت. يا عمر عمر. فندم يا بيه. ده عبد الحفيظ بيه بسرعه. افندم عبد الحفيظ بيه المراجيح يا غبي. مفيش داعي، مش طايق اشوفه بعد اللي سمعته منك. لا 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 اطمن يا حاج، انا هخليه مثال الموظف المجتهد. مش باين عليك، ده انت باين عليك دهل. ما يغركش الشكل يا حاج. طب ده ليه ما خرجت وكلاء وزاره من تحت ايدي؟ تحت امرك يا حضر بشكات. سلم على عمك يا عبد الحفيظ. عمي؟ ايوه عمك اهو. وحشني يا ابن اخويا. نفسي ابوسك للصبح يا ابن اخويا. ايه اللي جابك؟ العقب يا زازة. نفسي ابوسك للصبح. يا سلام الدمع هتفر من عيني. استريح يا عبد الحفيظ يا فندي. يا حضرة البشكاتب ما يصحش. بقول استريح يا فندم. ما يصحش بس استريح لخرب بيتك. حاضر حاكم. انا اصلي احب اريح الموظفين بتوعي يا حاج، مش كده يا عبدو؟ كده يا فرغل. طيب
استاذن انا بقى يا حاج عشان بقيه الموظفين التنابله اللي جوه، خدوا راحتكم انتوا. لا اعمل معروف يا حضره المشكله، ما تسيبنيش لوحدي. جرى ايه يا عبد الحفيظ؟ سيب الراجل يشوف شغله ونعم الموظفين. والله ربنا يخليك يا حاج، ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا حاج. انت عايزه مني ايه بالظبط؟ عايزك انت. عايزاني تهببي بيا ايه؟ احبك على محلي. تحبيني؟ انت بتشكشك في كلامي يا عبدو. يا ستي ما بشكش، انما انما ايه؟ متراقب. خلاص تعالى لي الكباريه. ما اقدرش. طب اجي لك انا البيت عند عمتي. هو العنوان ايه؟ 12 شارع البستان. خلاص جايالك. اعملي معروف بلاش. وزع. ده ايه ده يا حاج؟ دي امانه عمته بعتها له وجاي اسلمها له. عمته العتبه هاني؟ انت تعرفها؟ يا سلام، ده صوتها اكيد لي انها ست عظيمه جدا ونعم العتب، وهي كمان معجبه بيك جدا. والنبي وعايزاك تسمح لعبد الحفيظ بساعه يزورها لانها عيانه. اسمح قوي. عبد الحفيظ افندي. ايوه. عندك اجازه نص يوم. بس يا حضره بشكاتب مصالح الناس غريبه قوي. انت يا افندي عاوز تفهمني ان مصالح الناس اهم من عمتك؟ اتفضل يا افندي، اتفضل. على فكره دي موصياني اعزمك على فنجان قهوه عندها. ان شاء الله على شربه ملح. رايح يتعطل، مش فاضي، يتعطل. الله، انت جريات كده ليه؟ عايز نكسف عمتك ام صوت يجنن. طمنها يا حاج هدهد، قول لها انا جاي يوم الجمعه ان شاء الله. اتفضل. ما هو هتنرفز. يلا يا عبدو يا ابني يلا. اتفضل يا عم. يا سلام لما عمه بالشكل ده، امال عمته يبقى شكلها ايه؟ حرام عليك انت، حد مسلطك عليا؟ اه. قولي لي مين المجرم ده؟ هو قلبي يبقى مجرم عشان حبك؟ نفسي اصدقك. وتكذبني ليه؟ ما هو مش معقول الشمس تنزل من سماها عشان يسووا عليها كنكة قهوة. يعني انا الشمس وانا الكنكة؟ لا، انت بتهرب مني، مش حاسس بيا، عايز تعذبني يا معذباتي. يا ستي خلاص، متأسف. يعني مستعد تصلح غلطتك؟ مستعد، والله مستعد. طب يلا قوم معايا. على فين؟ نروح الكباريه سوا. مستحيل، مش ممكن. صدقت بقى انك معذباتي وبتهرب مني؟ اهرب؟ انا اهرب؟ لو اهرب من عينيكي هروح فين؟ من شفايفك، من اوامك، من خفة دمك. ولو قدرت على دول ههرب ازاي من خيالك اللي ما بيفارقنيش في كل رمشة عين؟ انت قضى وعد وانكتب عليا وابتليت بيه. عبد الحفيظ انا عاوزاك جنبي. اكتر من كده؟ جنبي في الكباريه تحميني من الوحوش اللي عايزه تنهشني زي كباب الحله. قطع ايديهم، انا مستعده اتالف نار جهنم بإشارة من أصغر صوابع رجلك. بس أنا متراقب. أنا هخليك تدخل وتخرج من الكباريه وإنت مطمن. بس هعمل إيه في الكباريه؟ تغني. أغني؟ أنا عبد الحفيظ عبد الأول مراجيحي، أشتغل على آخر الزمن وأبقى غازية؟ كده؟ طب يبقى اتصرف مع فرغالي في عزومة عمتك. كابولا يوناري عباس. الوالدة بتقول الرز بلبن استوى في كفر ابو بطاطا. سووا الطبخ قبل ما تشيط والا سنضطر الى فصلكم. الله، مالك يا بيبي مقدم كده ليه؟ الوالدة متضايقة جدا، مستعجلة على عملية كفر ابو بطاطا. اقعد اقعد، هوريك حاجة عمرك ما كنت هتحلم بيها. محلى يا وادي، محلى يا وادي، محلى يا وادي. يا سلام، ده انت بلبل، ده انت كروان، ده انت مصيبه. قول كمان يا حبيبي، قول كمان. حاضر. محلى يا وادي، محلى يا وادي، محلى وادي.
ايه الحكايه دي؟ قدرت اقنعه يغني هنا عشان يجي من غير ما حد يشك فيه. ابوسك يا اخواتي. ابراهيم برعي هاتولي ماكس على المكتب بسرعه. يا استاذ ما فيش عندك حاجه غير محلاها يا وعدي؟ في يا استاذ. طب ما تقول. حاضر. محلا يا وعدي محلا وعدي. يا سلام. تسمح يا بيه؟ بيه؟ أنا بيه؟ سي عباس عايزك. عباس؟ أيوة صاحب المحل. شرف يا بيه. تفضل تفضل. انتوا ايه واخديني على المذبح؟ فضل دي حاجه هلمه قوي. هو انت لسه شفت حاجه؟ شفت ايه ده؟ غنوه جديده؟ لا ده الكونترات الاستاذ عباس مضى. هو انت؟ لا محسوبك يا بيه. أزأز احتفالا بالمناسبة. أزأز الأستاذ عباس معجب بصوتك جدا. أوي والله أوي. المهم الإخلاص يا كابتن. من هنا ورايح مش هتلاقي أخلص مني. مش هتمضي العقد يا زازا؟ حاضر. هيمان سلم؟ مين هيمان سلم ده؟ أنت. في مطرب اسمه هيمان سلم؟ ده لازم مطرب في المطافي. حلوة دي فعلا. احنا قلنا نغير اسمك عشان محدش يعرفك. انت مش بتقول انك متقارب؟ متقارب؟ ايوه قصدها يعني متراقب. انما تعرف ان هيمان سلم دي فكرة مش بطالة ابدا. فعلا. خلونا في المهم. خير ان شاء الله. عاوزينك تسافر باقصى سرعة على كفر ابو بطاطا. وايه اللي سفرني؟ مش دي فكرتك؟ انا؟ انت نسيت الملواني ولا ايه؟ هو معقول انساه؟ ده هو اللي جرجرني في البوليس. ده هو السبب في اني متقارب قصدي متراقب لحد دلوقتي. خلاص تسافر تعدلنا الزمامير والحدايات. نعم ما هي دي طلبات الوالده. والده السلام عليكم. زازا ما انت سامعاه بيقول ايه؟ اذا كنت متضايق انك هتسافر لوحدك انا ما عنديش مانع اسافر معاك. بس كده بقى انا مستعد اسافر معاك المريخ اركب معاك ابولو 99. المهم دلوقتي انك تعد لنا العشش والحدايات والزمامير اللي هناك. ايه ده؟ تضحك على ايه؟ على العشش والحدايات والزمامير اللي انت بتقولها دي. ايه حاجه صعبه يعني؟ مش معقوله؟ لا معقوله قوي. لو حبيت كمان اعد لك النمل مستعد. عن اذنكم لحسن المؤلف الصحي مستنيني. نمل؟ طب قول النمل يعني ايه النمل؟ معرفش. شوفوا قاموس الشفره. النمل النمل يعني عساكر المشاة. على فكرة قبل السفر لازم تشوفي لك صرفة في حكاية عمتي. مفيش مانع نخلصها يوم الجمعة ونبقى نسافر يوم السبت. عن إذنك يا بيبي. عمته يعني الرياسة العليا. أما علي حتة مخ. أنا اسمي فارفيرو وأبويا اسمه فيرو. أنا اسمي فارفيرو وأبويا اسمه فيرو. ومغامراتي ومفاجآتي ومصارعاتي دايما باخدها من أصيرو. أنا اسمي فارفيرو وأبويا اسمه فيرو. أنا اسمي فارفيرو وأبويا اسمه فيرو. ومغامراتي ومفاجآتي ومصارعاتي دايما باخدها من أصيرو. أنا جاي! ده
جرى ايه يا ولاد، جرى ايه يا ولاد، انا خالي شغلي بقالي يومين، ده انا ليا جناح زي الوطواط، لو طال خرتيت يقسمه نصين، باكل في سبانخ على الفاضي وانا قاعد انش، هفضل منفوخ كده على الفاضي، ما انا لازم افش، مفيش حادثة مفيش كارثة مفيش وحدة كلت وحدة مفيش تعلم عمل مقلب، ده انا خالي شغلي بقالي يومين. واسناني نظيفة بس بحب اللعب، يا قطة قطيفة مرتعة ولطيفة واسنانها نظيفة بس بحب اللعب، هاو 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 يا ستينا يا غولة روحي ناوليني الساطور، هاو 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 عندينا الليل عزومة قومي ولعي الباجور، هاو 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 ناوي تعمل ايه يا تعلم؟ اخرج كده بشويش واتسحب، دايما دايما مشروع، ما انا اصلي كمان ميت من الجوع، استنى عليها وخليها دلوقتي تخش برجليها، فتفيت السكر فتفيت السكر احنا اتأخرنا وضروري نروح نروح نروح، عندنا بكرة امتحانات فترة، طيب دور واحد بس وحجيب لكم لب وخص، طيب دور واحد بس طيب دور واحد بس، انا فتفيت فتفيت السكر زي الكحك الكحكة وسكر، وبكرة لما راح اكبر مش راح ابطل لعب، مش راح ابطل لعب، مش راح ابطل لعب، انا فتفيت فتفيت السكر زي الكحك الكحكة وسكر، وبكرة لما راح اكبر مش راح ابطل لعب، مش راح ابطل لعب، مش راح ابطل لعب، هادي السكاكين هادي المنشار، حط الشوايا فوق النار 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 النار، لا يا اخويا انا اصلي عجوزه والمشوي وجالش داني، هسلق لك حته من الموزه والمشوي خليه علشاني، انا فين انا فين انا فين انا فين، صانينا الاثنين صانينا الاثنين، يلا اقلعي الجزمة وبلاش خطري كلام ما تعصلكيش، والجزمة بس اقلع حليل اصل الجزم ما بتستويش، فتفيت السكر خطفوها يا لطيف يا لطيف واقفين حواليها حيالوها، يا حبيب يا حبيب يا مصيبة نامت هوا ابوها، فرافيرو فين فرافيرو فين فرافيرو الشهم مفيش غيره، يا غندة فين يا فرافيرو انا جاي، فتفيت السكر في الغولة وتعالى بحناش، خطفوها وانت يا تلحقها يا ما تلحقهاش، انت ورايا 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 فتفيتوا حبيبتي فتفيتوا، كانوا حيسلقوني كانوا عايزين ياكلوني، كانوا حيسلقوني كانوا عايزين ياكلوني، ياكلوك ازاي امال انا فين امال انا فين، ده انا خالي شغلي بقالي يومين، طول عمرك عيتها يلي ما
اصلها دي وراثه وعشان كده عتره فرافيرو يا عتره يا عتره فرافيرو يا عتره يا عتره. انا مره في عركه ايدي كانت ماسكه رحت عامل حركه ماتوا 110 هنشوفك تاني وهترجع تاني شاوري لي بنظره وانا جيلكم بكره خدوا بالكم كويس وبالذات منها. اوكي ايه اللي موقفك هنا؟ الاوامر. سلامات يا اوامر. ممنوع. عمر مين اللي قالك كده؟ سي عباس. طيب السلام عليكم. وعليكم. عامل روحي كده ليه؟ متراقبة. من مين؟ بعدين هقولك. يا اخواتي. يا اما. يا عمتي الدلاعي، ابوس ايدك الدلاعي، ابوس راسك الدلاعي، النبي تدلعي. واتدلع بمناسبه ايه بس؟ اصل انا اللي كلمت حضره البشكوطه في التليفون، قلت له ان انا عمه عبد الحفيظ. ولو ما اتدلعتيش هيفتكر ان واحده غريبه هي اللي اتكلمت واترفض انا واسرح بلب. الحكايه بسيطه يا عمته، كل ما يكلمك في حاجه قولي له حلوه خالص، خالص مالس، خالص مالس بالس. وريني كده. خالص مالس كويس؟ خالص مالس بالس هايل. عايز سايس لايس لايس. روحنا في داهية يا ابني. فهمني صاحبك ده عاوز يشوفني ليه؟ وفيها ايه يا عمته مدام غرضه شريف؟ يا مصيبتي بعد العمر ده كله عايزني اتجوز؟ ده لو رفعت ابني يعرف يذبح وذبح. يا عمتي يعني شفتي داخل بالمأذون؟ ذاكري انت بس وسيبي الباقي عليا. هو البشكاتة هو ده مش هوصيك. يلا يا عمته. يلا 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 اتفضل يا حضرة البشكاتة. لا مؤاخذة يا فندم اصل الحتة ضيقة شوية. متشكر متشكر قوي قوي يا عبد الحفيظ. انا مبسوط منك قوي يا عبد الحفيظ افندي. وبالمناسبة دي أنا كتبت مذكرة عشان ينقلوك للدرجة التامنة لأنك موظف ممتاز. متشكر يا فندم. متشكر يا هانم متشكر. يا سلام يا سلام باين عليها قهوة ممتازة. بالهنا والشفا يا فندم. دي من إيد عمتي. من إيد من إعدمها. تسلم إيديها. أمال هي فين يا عبد الحفيظ عشان نسلم ونقبل الأيادي؟ ما هي دي يا فندم. دي إيه؟ عمتي. أهلا وسهلا شرفتنا خالص. خالص مالص. نعم. واكيد بالص. افندم. اخواتي. عبد الحفيظ افندي. افندم حضر بشكاتب. دي اللي كلمتني في التليفون. والله حضر بشكاتب زي اللي غوزي فيه. خالص خالص. خالص مالص. خالص مالص بالص. يا اخواتي. مش معقول مش معقول ابدا. عمتي تعالي نشرب شربات. انا لسه ما قلتلوش الكلام كله. شرفتني حضر بشكوطه. شرفتني خالص خالص مالص خالص مالص خالص. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم تشرفنا. لا مؤاخذه ما تشرفتش بحضرتك. فرغلي محمود السمح بشكاتب عبد الحفيظ في المصلحه. اهلا وسهلا. شايف حضرتك مرتبك شويه. لا مش مرتبك ولا حاجه لكن مندهش. من ايه يا ترى؟ حاجه غريبه الناس تغش في بضاعه تغش في وزنه لكن توصل ان واحده تغش في صوتها مستحيل. ايه الحكايه بالظبط؟
من أسبوعين تلاتة يا محترم رن التليفون في مكتبي وسمعت منه صوت حريمي تتفتح له محطة إذاعة بحالها. جميل قوي. من ساعتها أدمنت التليفون، بقيت كل ما أسمع صوتها أسرح فيه زي ما قيس سرح في جمال ليلى لحد ما اتهبل. وبعدين؟ عنها استخرت الله وجيت أطلب إيه ده؟ إيد مين؟ صاحبة الصوت المغرب، عمة عبد الحفيظ. مين؟ شفت اتفزعت إزاي؟ أنا كمان شفتها جدتي اتلبشت، تقول شغراب لابس فستان وليا يا مبارك تغم النفس تعلمك العفة غصب عنك. طب والله يا شيخ وليك علي يا مين، لو طلعت لواحد بالليل لا تجيب له ارتكارية في جدته. اخرس يا قليل أدب. ايه ده؟ ايه يا حبيب؟ حبيب مش كاتب؟ رفعت اعلى رفعت، شيل رفعت رفعت لازم اموته قليل أدب ده. انا عندنا في بيتكم يا عبد الحفيظ؟ طيب والله وبالله وتالله لأرقعك مذكرة عارفينك فيها لعنة الله عليك وعلى عبدك يوم الدين. برا قليل أدب. طيب برا. طيب اعمل ايه دلوقتي مع فرغالي؟ اوري له وشي ازاي؟ بلاش توري له وشك، يبقى اخش له بظهرك. لكن نفسي تنكتي؟ تعالى. اجي فين؟ نتفاهم فوق. في شقتك؟ مستحيل. ما يصحش كده، ما تفرجش علينا الناس. ما هو بس اطلع اطلع. الو الو سي عباس، انا المشكور ابراهيم. هدى وماكس طالعين. اطلعوا بسرعه، خليكم قريبين مني. وانت يهمك ايه؟ انا اللي في بوز المدفع. ايه بس اللي فكرك بالمدفعات؟ ده مش بعيد يعلقني ويبيعني بالكيلو. اطمن. زيارة مني الفرغالي تخليه ينسى كل حاجة. نعم؟ زوري بمناسبة ايه؟ يا اخواتي بتغير يا وزة؟ بغير وبس. لخبطت كياني من يوم ما عرفتك، بقيت عامل زي العيل التايه اللي بيدور على امه في مولد. منك لله يا شيخ. يا اخواتي بتحبني يا زازة؟ امال ايه اللي مصبرني على رزالتك؟ ده انا حتى عايز. عايز ايه؟ عايز اتجوزك. يا ريت يا زازا يا ريت، بس على شرط. عايزه ايه؟ ازرع لك البحر ملوخيه ازرعه؟ لا دي حاجه صغنطوطه خالص مالس. وليها؟ ما نتجوزش اللي بعد ما نرجع من كفر ابو بطاطا. وايه المناسبه؟ نخلص الاول من حكايه الحدايات والزمارات والعشاشات. وافي قبل على الجواز وبعدين نفكر على مهلنا في حكايه ابو بطاطا دي. شفت بقى اهو طلب صغير قد كده بطلبه منك ومش عايز تنفذهولي. طب اسمعي بس. ايوه بس سماكس لو شافنا هيموتنا يا سعد. بس امسك لحصانك انت. هو خليكم كده جامدين زيك. هدى انا اسف، ارجوك تسامحيني. سامحتيني خلاص؟ الله ما تردي بقى، ما هو لو ما رديتيش عليا هخشلك. حقك عليا معلش. هاتي راسك يا بوسه. ايه ده؟ تشربي نص ازازة ويسكي عشان زعلتك؟ هدى انت بتعزيني بالشكل ده؟ طب قومي نشرب كاس في صحتك. لسه برضه زعلانة مني؟ طب ها. ده انت لسه لابسه لبس رجالي يا شيخ اقلعي. الله وكمان عامله مكياج في رجليكي. الله انت كمان عامله مكياج لصوتي. اه يا بنت ليه انت عفريته عفريته، انت بنت عفريت. Ha 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 ha
كده. طيب. انت مش عايزه توريني وشك ليه؟ الله، وكمان لسه مركبه الشنب. انا هشيله. مين؟ الألمصية. ارمي المسدس ده، ارمي من ايدك، ارمي المسدس. خلصوا عليه. ما بعدين يقتلنا. لو ما حصلتهوش هقتلكم انا. مرحبا. اهلا وسهلا. قطس تكييس تليف كله اتفضل. بس مش عايز حد يشوفني لحسن بتكسف. خلوة يعني. أيوة. موجود. اتفضل. اصرف يا اسطى. دلوقتي تورم، يبقى وديها الحداد يغير لك عليها. الحمد لله انا وقعت من السماء وانت استلقتني. الحمد لله. لكن حضرتك مين؟ مدحت بكير، ضابط بالامن. ضابط؟ ده انا افتكرتك المكبساتي. نطلع من هنا بسرعه عشان عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. طيب. مش معقول. امتى ده حصل؟ في ذمة الله يا عبده، الفتحة على روح. مش انت اللي مت؟ امال مين؟ ماكس. مات. ماكس مين؟ ماكس الجاسوس. جاسوس؟ لكن ده شبه بالظبط. ما هو ده اللي خلى عباس يفتكرك ان هو، وراجع تنتقم منه. انتقم من عباس؟ اصل هو اللي امر بقتله. كان خايف يطيره من رئاسه المنظمه. انا مش فاهم حاجه ابدا. منظمه ايه؟ منظمه العنكبوت الجاسوسيه. جاسوسيه؟ يعني عباس؟ بالظبط. عن اذنك. على فين؟ ههدها على دماغهم. انا اشتغل مع جواسيس؟ لازم تشتغل معاهم. انت بتقول ايه يا حضر؟ ولازم يفضلوا فاكرينك ماكس. مستحيل. مصلحه البلد عايزه كده. مصلحه البلد ان اشتغل جاسوس وتسافر كفره وبطاطا. اهم ايه؟ صور لهم الطيارات والمدافع اللي هناك. قلتلي بقى ده اللي معنيته الحدايات والزمامير. برافو عليك. لا مستحيل. عيله المراجيح عيله محسبه منسبه. ده انا اقطع ايدي قبل ما تتمدلهم الصور. اسمعني بس، انت هتصمم ما تسلمش الصور الا لرئيس الشبكه. ولو مستحيل. ما احنا هنكون مراقبينك وفي الميعاد المحدد هنقبض عليه. اذا كان كده معلش. تاكد ان البلد لا يمكن هتنسى لك الجميل ده. جميل ايه؟ ده انا علشان خاطر بلدي
مستعد أذبح نفسي وأذبح هدى كمان. هدى يا خسارتك. معلش يا أبو الحفيظ، أنا عارف إنك بتحبها، إنما سيادتك متأكد إنها معاهم؟ متأكد خالص. خالص مالص يا فرحة ما تمت. أرجوك ما تجيب لها السيرة. سيادتك تقدر تعتمد علي. مع السلامة. بس. أما إنه عبيد لا صدق إنك ظابط بجد. ما كنت حصل لك غلط عباس إزاي؟ مغفل. قتل ماكس قبل ما ينفذ عملية كفر ببطاطا. كويس إنك أقنعت الأهبل عبد الحفيظ إنه يعملها بداله. بس ده سر، مش لازم حد من الشبكة يعرفه. اطمن اطمن قوي يا مستر سكابولا. ده يا عزيز عبد الحفيظ المراجيح. ده في واحدة قريبته مستنية حضرتك جوه. وبتدخلها ليه؟ دي خلق الواحد يصطبح بيها. صباح الخير يا حضرة البشكوت. أنا هدى فتحي خالة عبد الحفيظ. يا ميت أهلا وسهلا. اتفضلي. ميرسي. اجري وقت هات حاجة ساقعة. ساقعة قوي. حاضر. حقنا كنا فرشنا لك الأرض بالسكر ورشيناها لك بالشربات. مشكرة قوي يا حضرة البشكوتة. غريبة، الصوت مش غريب عليا أبدا. ما أنا اللي كنت بكلمك في التليفوف. وكمان بتدلع التليفون؟ أصلي بحبه خالص خالص مالس، عشان بيسمعني صوتك يا فرغلتي. ولما أنا فرغلتك إيه اللي خلاكي تدعي والعياذ بالله إنك عمته؟ أصلها كانت عايزة تجيب رجلك. وبتسمعي كلامها ليه؟ أصلي كنت عايزاك تعرف الفرق اللي بيني وبينها. انت بتتكلمي جد؟ يا اخواتي ده انت حتى عليك ربطة كربطة تشقلب كيان اي ست. والنبي والنبي حتى شوف ايدي بتترعش ازاي لما شفتها. سلمت ايدك. سلمت ايدك. عشي رحمتك يا رب. شرف يا شرف يا عالم. يا عالم حبيس ما تفضحنيش في المصطحة. انا لازم انتقم لشرفي، لازم اتبعها. استنى بس يا عبدو، الاستاذ غرضه شريف. الكلام ده صحيح؟ عايز تتجوزها يا فرغلي؟ يا ريت. الحمد لله. ابقى انا دلوقتي بس اديت رسالتي. لكن ده مش ممكن. وايه اللي ما يمكنوش؟ لازم الحاج هدهد كبير العيله يوافق. انا متاكده انه مش هيرفض. ايوه بس لازم نسافر له ناخد رايه. سافر يا اخويا، القطارات على قفا من يشيل. السفر عايز اسبوع اجازه. ايوه بس اسبوع ده مش مش ايه يا فرغلتي؟ مش كتير. اكتب لي طلب اهو مجهزه لك. برافو يا زازا، انا ما كنتش فاكره انك ممثلاتي هايل بالشكل ده. انا بس قصدك ايه؟ لا، الدنيا كلها بتمثل على بعض. حتى انا؟ انت حاجه تانية، مفيش منك اتنين. انا متاسفه قوي من حكايه عباس. يا عباس ده ايه؟ ده صرصاره في عصب جزمتي. اصله غير عليا خالص خالص مالس. له حق يغير عليك. ابراهيم وبرعي عملوا معاك ايه ليلتها؟ لا ولا حاجه، حاجه هايفه قوي، كانوا عايزين يموتوني. وهتعمل معهم ايه؟ هتشوفي. يا ما هتشوفي من ماكس ابن ام ماكس. كلا قش كلا ورق، ما كنتوش خلصتوا عليه في الحمام وريحتوني منه؟ بره منك اهو. طب سلامتك، كنت فين؟ بتشاهد القمر مع سي ماكس؟ كنت بساعده ياخد اجازه من البشكوطه بتاعه. وانت مالك؟ مالي ازاي؟ مش لازم يسافر كفر ابو بطاطا؟ اه فعلا. وقدرتي؟ طبعا، بس على فكره خلي بالك منه، انا قلبي كده مش مطمن له من ساعه حكايه الحمام. اذا كان فلت مني مره واكد لي انه مش عارف للتانيه. الحق يا عباس افتح التلفزيون.
استأذن انا. ايه خايف منه؟ انا ده انا خايف اتنرفز عليه. ماي لاف. عباس يا عباس سيبك سجاير هيموتنا يا سي عباس. كلاب قوم انا تهربوا من حته الصرصار زي ده. اقف استنوه هنا. وحضرتك انا هرب لحد ما اجهز له. بس انا فين يا سبع؟ ما تتفضل تقابله. خليك راجل. مين قال انه راجل؟ واد عباس. نعم يا بيه. انت ارنب. ارنب وقليل ادب يا بيه. وانت كلبه. كلبه يا بيه. وانت معزه. معزه يا بيه. وانت قطه. قطه يا بيه. مش انت. حاضر يا بيه. ايوه الشكيره خالص. خالص مالس. خالص مالس وبالس. انكدبي. مفيش خالص مفيش مالس. في رصاص في دم. دلوقتي اقدر اخلص عليكم حسب قانون المنظمه. ليه بس يا سماكس؟ هو انا غلطت في حاجه يعني؟ مش انت اللي قلت الكلاب دول يموتوني وانا في الحمام؟ انا وده برضه معقول؟ دي حتى الحياه من بعدك مره يا سماكس. اسمع أيوه. انت مرفوض. انا في عرضك يا سماكس سامحني. خلاص بقى اديله فرصه ما دام طلع عايش. على شرط. خدامك يا سماكس. تعد لي النمل الابيض والنمل الاسود. طب احنا في الشتاء وموسم النمل في الصيف. النمل الاسود يا غبي يعني قوات المشاة طخ طخ طخ، والنمل الابيض يعني البحريه. شش بو ابراهيم. نعم يا متر. سمعوا الشفره والغلطه ب 30 خرزانه يا حنين. حاضر يا عم ماكس. وانت هتبقى الوكيل بتاعي لحد ما ارجع من كفر ابو بطاطا. اجهز شنطتي يا زازا. زازا في عينك. الدلع ده خلاص من هنا وراح مفيش غير شغل وبس. وانتي مش عارفه ان عندي اجتماع هنا؟ عارفه. تبقي تستاهلي جزا. يعني كنت بتضحك عليا وبتستخفني يا مكدباتي؟ اخرسي. طب والله ما انا مسافره معاك كفر ابو بطاطا. هتسافري غصب عنك كده؟ طيب انا هفرنجك. ها طيب شوف مين فينا اللي هيفرنج التاني. فرنجني قال فرنج. عايز ايه؟ ما فيش اوامر ليه يا عم ماكس. انت تروح تلعب بلي. حاضر يا عم ماكس. كابوريا يعني ايه؟ دبابات. والبطاطس الشيبس يعني مدافع. غلط يعني الغام. افتح ايدك افتح ايدك ولا قول لي ماكس. ايه ده انت اتجننت؟ مش ده كان الرئيس بتاعك؟ ها بس انا دلوقتي بقيت الالفه يا شيخ اتنين. قوم قوم يلا كده. والله العظيم لو قول لي سيدنا ماكس. بس ما تزعلش يا بسبس. ما ازعلش ازاي؟ ده انا هعيط كمان. وحياتك عندي لخلص لك طاري وطار. هتعمل ايه؟ مش هدى ان رجعته من كفر ابو بطاطا على المستشفى. اهلا وسهلا. اهلا يا معلم. يا الف مرحبا. مش كنت قلت كنا فرشنا لك الارض كلها بالكلام؟ متشكره قوي. اتفضل يا جميل. بس انا مش وحدانيه معايا ضيف. يا سلام الف اهلا وسهلا. ده انت وضيفك في عينينا الاثنين. ده احنا نشيلكوا فوق دماغنا من فوق. اقدم لك مخرج السينما الجريجي كيريا زوربا. اهلا وسهلا يا خواجه زوربا. اسمه نكته قوي الجدع ده. لازم ابوك كان مخلف زوربه عيال. المعلم بيومي الملواني. سالك انا قصيري كان وزني بقى زعل ازوقنا. هو بورتون بيقول ايه؟ اصل ما يعرفش عربي كتير. وماله اللي احب تتفاهم بعينيها. شيء اهم قد الخاجة زربة. ارسله تعميره. انا سلام ارسل كلمة سلام في كاس ابنها معاه. هو بملطم كده ليه؟ اصله مستعجل يا معلم. عايز يصور الافلامات. وماله اتفضل ارتاح. وبلاف يا بقى الفيلم ده عن ايه؟ الفيلم اسمه جواسيس في المدينة. حلو قوي 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 قوي. يعني ايه؟
جماعة جواسيس عملوا نفسهم بتوع سيما. شوف اخويا اللقم وطلعوا يصوروا منشآت عسكريين. ومغفل مين اللي سابهم يعملوا كده؟ المقاول اللي بيبنيها. اما راجل اوفى صحيح اوفى خالص خالص مالس واكيد بالس. يا سلام على كده بقى دي رواية كلها سواس. امسك لسانك هتفضحينا. وانا مؤاخذة الخواجة زربة عاوز حاجة. عايزك تمثل دور المقاول. ايه كلا كلا الدهل. ايه رأيك؟ انا الملواني بتاع المطار السري اعمل نفسي خاين. ده تمثيل وانا همثل قدامك دور الجاسوسة اللي بيحبها المعلم ويقع في دبادبها. ده المعلم هو اللي واقع لشوشته والدور على كده في بوس. طبعا اعتمدنا على الله. صحة والدك خواجة زربة خلي بالك مني حسن انا عشت طول عمري احلم بدور زي ده. يا اخواتي منك يا لعب انت. اصلك انا مسؤولك انا قاعدك يا صوتك قاعدك يا سنتي. لا هو لا مؤاخذة من ضرب انت ليه؟ اصله مستعجل. ده انا اللي مستعجل. ده انا الديزي. ده انا الموت. يا اخواتي ودي عدم المؤاخذة بقى استبلات الطيارات. راجل دهول اللي هيودي البلد في داهية. الاستبلات دي بقى بيسموها بالعسكري حصيرة. قصدك حصيرة يا معلم؟ لا حصيرة زي الحصيرة اللي بننام عليها. لا مؤاخذة بقى دي حاجات ما يفهموهاش غير بتوع المطارات بس. يا اخواتي على نباهتك. انا ما تهمنيش النباهة، انا كل اللي يهمني البوسة. هنبوس امتى يا خواجة زربة؟ لازم بوس يكون جنب مدفع. يو المدافع عندنا زي الرز. اتفضلوا على المدافع. المدافع من هنا. ربنا يبتليك بمدفع يريح البلد منك. وهنا لا مؤاخذة بقى 890 مصطبة. كل مصطبة عليها مدفع مضد للطيارات. وانت اللي عامل المدفعات دي يا معلم؟ لا المصاطب بس. واخد على كل مصطبة 13. يعني لا مؤاخذة 1300 جنيه. مصطبة مدافع جامدة قوي. مفيش مقص اقطع له لسانه؟ ايه مش هنصور البوسة بقى؟ ما تيلا بقى تصورنا وهو بيبوسني. خالا خالا. بس بعد ما يرمي رخه في البخر. بس انا معرفش اعوم يا خواجة. رفايا كده. هي ارمي منديل في واخد بخر. انت عشان بتخبه ارمي رخك وراه. بعدين هي بوس انت. احسن بعدين اغرق يا خواجة. يعني كتير عليا لما تغرق. يا خرابي. انا عشان خاطر عيوني كارمي نفسي في جهنم كمان. يلا يلا. يلا. ارمي ارمي. ارمي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحقوني أغرق يا ناس أغرق. الحقوني الحقوني أغرق. أحسن كويس كده. مش هنبوس بقى عاوزين نبوس. وده بقى مخزن الصواريخ حوالي 1000 طن سمنت غير الحديد. ولمؤاخذة بقى البوسة امتى؟ بوسة بعد عركة. عركة مع مين؟ مع اعداء. انت اغلبهم. هي بوس انت واخد بوسة جامد. فاهم يا معلم؟ واخد بوسة جامد. اتكل على الله اتكل على الله. كله على الله. عايز ضرب جامد ضرب مظبوط بعد الفيلم مش ينفع. حاضر يا حاج. ها؟ حاضر. تعالوا تعالوا. بعت خالص يا ناس. حوشوا مع بزربة. ده تمثيل عشان تبقى تفرج كل من هب ودب على اسرار البلد. عندي دي يوكسو دي سيارة فاندي دي يوكسو دي جرينيارة
Τα πετάξω το καπέλο και τα ζήσω όπως θέλω. Τα πετάξω το καπέλο και τα κάνω ό,τι θέλω. Τα μπατουμπά, τα μπατουμπά, τα μπατουμπά, τα μπατουμπά. Τα μπατουμπά, τα μπατουμπά, τα μπατουμπά, τα μπατουμπά. تيجي تقعد معانا يا معلم، الست بتغني. وانا قادر اصلب طولي بعد الضرب اللي عزقتهولي. وانا مالي يا معلم، المخرج عاوز كده. اه يعني فاكر ان شغل السينما بيوجع قوي. طب قول انت دلوقتي. قورنا. الو. اه يعني انا الملواني او متنيل بيصور. ايه مش مخرج؟ مين الخواجه اللي كان معهوده في الكازينو؟ متشكر قوي يا ست. Πάντη διώξω τη ζηλιάρα, πάντη διώξω τη γκρινιάρα. Θα πετάξω το καπέλο και τα ζήσω όπως θέλω. Θα πετάξω το καπέλο και τα κάνω ό,τι θέλω. Τα μπατουμπά, τα μπατουμπά, τα μπατουμπά, τα μπατουμπά. Τα μπατουμπά, τα μπατουμπά, τα μπατουμπά, τα μπατουμπά. بس بطل الرقص ده. هو بقول يا خواجه زربه. اهلا يا معلم. قول له دي عسانية دي يا معلم. ما هو زي ما علمتنا الرقص الاجريجي هنعلمك رقصة التحطيب. دق يا جدع انت. وهو ربنا يكفيك شر العايا. ما جبتي لي العايا خلاص، وضبوا الفلق. سامحني يا معلم. لا شيء، ربنا ما عدأك لما اديك علقه وفوقها بوسه كمان. طب اتفضل البوسه وبلاش علقه. لا يا حيدي، البوسه دي هتروح في سكه ثانيه. قول النبي يا معلم. اي اي والنبي والنبي يا معلم، نفسي في حاجه قبل العلقه. خلي هدى تغني لي. عاوزها تفتح نفسك للعلقه ومال، وعشان الضرب يبقى على الواحده. وشاب يا معلم. معلم اي رجلي يا معلم فيها عين سمكه، ان شاء الله يكون فيها حلقه سمك. وشاب يا معلم. يا معلم هدى غني لي والنبي العتبه جزاز. يا معلم العتبه جزاز والسلم والسلم نايلو نايلو والعتبة جزاز والسلم نايلو نايلو وين 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 والعتبة جزاز والسلم نايلو نايلو والعتبة جزاز والسلم نايلو نايلو والعتبة جزاز والسلم نايلو نايلو والعتبة جزاز نايلو نايلو والعتبة جزاز والسلم نايلو نايلو والعتبة جزاز والسلم نايلو نايلو. على الله اللي عملته ده يتمر في جتتك. لا شيخة، عايزة تغطي عملتك؟ أنا عملت إيه؟ مش أنت اللي كسفتيني الملواني؟ الحق عليا اللي نجيتك، كان لازم أسيب الملواني يقطع جتتك ويفصص عظمك. وقفتي ليه؟ البطارية خلصت، انزل زق. سالي سالي هدى يا هدى.
عمله ده يا غبي؟ مش ساعتك قلت لي العب بيلي؟ بيلي يعني قنابل يا مغفل. ابقى ذاكر الشفره كويس. حاضر حاضر. فين ابراهيم؟ جوه في المكتب. ها يا واحد يا لا مؤاخذة يا فندي، كنت بعلمها الشفرة. وطبعا علمتها الكتاب كله. ها ايه اخبار عباس؟ اتصل بالملواني وكشفك. يبقى هو اللي عملها. مسكينة هدى، ظلمتها. اسمع، خلي الحمار عباس يتصل برياسة ويقول لهم ان انا حاجي اسلم الصور بكرة الساعة 10 هنا في البروبة. وحضرتك هتبقى فين؟ يمكن نعوزك. عند هدى عشان اصالحها. اتفضل بيه، اتفضل اتفضل بيه اتفضل. عفارم يا ابراهيم، عفارم. وانا معقول ابيعك يا سي عباس؟ اول ما اخد الصور من ماكس واخلص منه هخليك وكيل الشبكه. وانت تنفذ الخطه 666 دي، الورق اللي هتقش ماكس. مش معقول مش معقول، مستحيل اللي بسمعه ده. هدى ما تبقاش خاله عبد الحفيظ؟ ايوه مش خالته. انا اخوخي اتعرف عليها بعد ما خطبني. نعم، لا انت تبقى خطيبته. ايوه خطيبته. تصور حضرتك سابني وسافر معاها كفر ابو بطاطا في رحله غراميه. مش معقول مش معقول ابدا مش معقول. مين فهمني انها بتدوب في ربطه كرافتتي وانا متاكد من الحكايه دي؟ اذا ما كنتش مصدقني اطلب من عبد الحفيظ الصور اللي خدوها سوا في كفر ابو بطاطا. في ايه الصور دي؟ ها مناظر حب وغرام شرفي. أرجوك تجيب لي الصور دي عشان أوريها لبابا وأفسخ خطوبتي من عبد الحفيظ. وبعد ما تفسخيها أدور على ابن الحلال. ابن الحلال بس؟ وربطة كرافتته تجنن. زي كده يعني؟ بالظبط. خلاص اعتبر الصور معاكي من بكرة. لا أنا عاوزها النهاردة. أيوه بس عبد الحفيظ فاز، هجيبه منين دلوقتي؟ هو دلوقتي عند هدى في شقتها. حضرة البشكوتة، ده احنا ظننا النبي يا فندم، ده احنا في منتهى اسمه ايه ده ال اخرس. حاضر قولي. نعم يا فندم. هدى تقرب لك ايه؟ تبقى خالتي يا فندم. خالتك؟ وتاخد خالتك وتسافر كفر بطاطا فسحة غرامية وتتاخد لك صور وانت حاضن خالتك ونازل بوس في خالتك؟ الكلام ده ما حصلش ابدا. انا متأكد من الكلام اللي انا بقوله، والصور اللي معاك هتبين اذا كنت صادق ولا كذاب. فين الصور؟ موجودة يا فندم، بس هي عند مين؟ عند نعم بقول لحضرتك الصور موجودة، بس هي عند بتقول ايه؟ اسمع، هي كلمة واحدة، يا اما اشوف الصور دي حالا يا اما تعتبر نفسك مرفوض. قلت ايه؟ عبد الحفيظ اوعى تطلع التصويرات. سيب الصور، سيب الصور. حفيظ انا مش عليك في ده يا حفيظ. عبد الحفيظ عبد الحفيظ عبد الحفيظ. مشوا خلاص؟ ايوه. سامحيني يا هدى. على ايه؟ كنت فاكرك بلغت الملواني وكشفتيني. سامحيني. وانا اسفه على المقلب اللي عملته فيك. مقلب ايه؟ بتاع الطريق الزراعي، يعني نبقى خالصين من المقالب بس. ليه؟
هو في بيننا حاجة تانية؟ أدخل. لما ناخد الصور الاول فكوا. ايه ده؟ ده مش معقول. انا لازم اهرب قبل ما يجي. وهنعمل ايه في المصيبه دي؟ مو بره 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 الكاسينو. رايح فين؟ لكني مش شايفك. هات الصور. صور صور ايه؟ صور خالتك يا بتاع خالتك. حضرتك غلطان. اوعى. هات الصور احسن. والله العظيم ما هيبرد لي نار غير برفدك من المصلحه يا عبد الحفيظ. انا مش عبد الحفيظ. نزل ايدك. لا مش هنزل ايدي والله العظيم ما هسيبك ابدا. انا مش ماكس بتاع انتوا. انا ما كنتش اقصد. جيتوا برجليكم يا كلاب. جه دوركم. مفيش داعي يا ماكس. دول بينفذوا اوامر مع باس. اسكابولا. انا كنت عارف المؤامره اللي دبرها عباس عشان يخلص منك. لكن قدرت اخدع عبد الحفيظ اللي يشبه لك. نو. يس. واستخدمته في عملية كفر أبو بطاطا. أوه. وعبد الحفيظ دلوقتي جاي هنا عشان يسلمني الصور. شيلوا الجثة، خبوها في أي حتة. بس أنا مش مطمن. مش جايز إن عبد الحفيظ ده يكون مدسوس علينا من المخابرات. على كل حال تسليم الصور هيتم هنا في أثناء بروفة سكتش فرافيرو. أنا شايف إنك أنت تلبس فرافيرو وتقف مطرح عبد الحفيظ أثناء البروفة. المخابرات هيفتكروك هو ويراقبوه. بالطريقة دي أنا أقدر أستلم الصور هنا من عبد الحفيظ في المكتب بعيد عن العينين. برافو. أنا موافق على الطريقة دي. عزيزة، ممكن تجيبي لي الملابس بسرعة؟ بسرعة عشان تقف مطرحه. اوكي. ايه ده؟ هي سما بتنطر فلوس؟ انا تديني في اسناني يا عبد الحفيظ تخرشم بشكتي بالمصلحة؟ دي بروفة بس يا مراجيحي، لكن الحقيقة أكون في جتتك إن شاء الله. مالك يا زازا، خايف من ايه؟ لا مش خايف، بس في حاجه كاتمه على قلبي ونفسي اقولها لك. طب قولها احسن تطق تموت. هدى، انا طالع من عين ان واحده زيك تشتغل مع الناس دول وتخون بلدها. وش معنى انت؟ ولا انت مش من انصار المساواه؟ يا هدى، انا مش ماكس زي ما انت فاهمه. مش ماكس؟ امال انت مين؟ انا فعلا عبد الحفيظ عبد القوي المراجيحي. يا اخواتي من لقمك يا اخواتي. صدقيني من سوء حظي اني شبه ماكس تمام، وده اللي خلاكوا تتخموا فيا لما جيت المحل. مش معقول.
امال ضربت الملواني ورجالته ازاي؟ بالصدفه. صدفه ايه؟ دي عامله ما يقدرش عليها غير ماكس. اصل انا كل ما اسمع غنوه العتبه جزاز بنهرش. تنهرش؟ واطيح ضرب في اللي قدامي. اه عشان كده قلت لي غنها لك في كفر ابو بطاطا. بالظبط. اللي عايز اقوله لك ان انا بشتغل مع رجال الامن. انت؟ مع واحد اسمه مدحت. هو اللي انقذني في الحمام لما كانوا عايزين يقتلوني. وبتقولي الكلام ده ليه؟ مش خايف لفتن عليك؟ اه انا ما تهمنيش روحي، كل اللي يهمني انتي. هدى الفرصة لسه في ايدك، لازم تكفري عن غلطتك وتساعدي بلدك. قلت ايه؟ هدى خير؟ ماكس هرب من المستشفى. يعني عبد الحفيظ في خطر؟ اطمني، زمايلنا في مديرية الأمن مراقبين المكان كويس وعاملين حسابهم. أروح عند عبد الحفيظ أفهمه كده. سيب الحكاية دي عليا أنا، خليه معتقد إنك أنت من أعضاء الشبكة. هدى هدى ولا كلمة ولا كلمة. اسمع، اولا اعتبر نفسك مرفوض من المصلحة، ثانيا اعتبر نفسك مرفوض من الدنيا. اتشاهد انا عملت سيبت الحكاية دي. لا والله العظيم حد موته غير يا معلم. ما ضربيني بقى اجلك واجله ملوش لزوم يا معلم. انت تتكتم، انت تضرب وبس وتموت وبس. والله العظيم حد موته غير يا معلم. اتكتم بقى لديك قلب. تمد ايدك اللي عايز اقطعها على رئيسك يا عبد الحفيظ. ان ما وريتك انا مش عبد الحفيظ. عبد الحفيظ هناك اهو بيضحك عليكم. ده هو عبد الحفيظ. وكمان بتستخفيني وبتضحك عليا. جيت في وقتك. الحق فاكس الجاسوس هنا. اقبض عليه. فين الصور؟ اهي. استنى عندك اديله الصور. ده هو رئيس الشبكة. خد منه المطعم بسرعة. قول له ارفع ايده. طلع الصور يا عبد الحفيظ. عبد الحفيظ اهو. انا ماكس كذاب. الصور معاه هو. انا ماكس وهو عبد الحفيظ. اخرس يا وقح. اديله الصور يا عبد الحفيظ. انا ماكس وهو عبد الحفيظ. لا هو، لا هو. بس انا هقتلكم كلكم ان ما كانتش الصوره هتظهر حالا. حد فيكم يقدر يتعرف على عبد الحفيظ؟ طبعا. ده انا هطلعه من وسط الف. هو ده. لا هو ده. لا هو ده. هو ده. بقول لك انا عارفه هو ده. عرفك انت. انا بقول لك هو ده. ايش عارفه؟ ده بيشتغل عندي في المكتب وانا عارفه. عاد عارفه اكتر مني. بس انا هخلص عليكم كلكم. استنى، انا هقدر اعرف عبد الحفيظ بطريقتي حالا. عبد الحفيظ هتقدم بسرعة أنا هضرب في المليان. حفيظ، عبد الحفيظ اظهر وبان عليك الأمان. اعمل معروف ما توديناش في داهية يا عبد الحفيظ. عبد الحفيظ عبد القوي المراجيحي يتقدم. طب ماكس ابن ماكس يتقدم. أفندم تتشهد يا روحكم بقى. افتكرت، أنا هقدر أطلع لك عبد الحفيظ حالا في كلمة معينة أول ما بيسمعها جسمه بيتلبش. العتبة جزاز وسلم نايلو في نايلو. 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 العتبة جزاز وسلم نايلو في نايلو.
دي الصورة مش معاه. يبقى انا قتلت ماكس. ليه تعمل كده يا عبد الحفيظ؟ ليه؟ يا مجرم. يا مجرم. نو ورايا بسرعة، طلع المسدسات. Very good. Excellent. سلم نفسك. تلتمية وثمانية. والله العظيم هو معايا. طب عيني في عينك كده اهو. انا في عرضك، نجيني، انا مش عايز اموت، انا صاحب عيال. انت واللي زيك اللي ما عرفوش يمسكوا لسانهم يستاهلوا الموت. كان مالي وكان موت. رحت في داهيه يا فرغلي، راح شبابك هدر يا فرغلي. عشان تبقى اتحرم تبصبص يا مبصبصات. خلاص حرمت، تبت على ايديك، اعملي معروف، خرجيني من هنا. الصور تجيبهم منهم بأي شكل، وأي حاجة يقف في طريقك اقتله. دوس على الزر على شمالك. عبد الحفيظ ولا تديك الصور حالك. هات الصور لاضرب في المليان. استنى، ده متنوم تنويم مغناطيسي. يلا يا فرافيرو اشخط فيهم، خليك جامد. هات الصور يا بت يا هدى. خدت الصور؟ معايا. امشي بظهرك لحد ما تطلع واقفل الباب. على عربية اللاسلك بسرعة وشوف لي طول الموجة. حاضر يا فندم. فتح ازاي دي؟ معرفش سرها. كسر دي. عبد الحفيظ، عبد الحفيظ خلصي علي. فوق السور ده بسرعة. لقطنا الموجة يا فندم وسمعنا صوت حريمي بيقول اطلع فوق السور. يا ستي هينتحروا. اتقدم كمان يا عبد الحفيظ، ده دلوقتي فرافيرو، فرافيرو العجيب، والناس اللي انت شايفها تحت متلمين في الشارع دول اصحابك اللي بيحبوك. اصحابك فتافيت السكر كلهم منتظرينك زي كل يوم. يلا يا فرافيرو طير طير في الهواء. عبد الحفيظ، عبد الحفيظ، انا هدى. فوق يا عبد الحفيظ، فوق فوق يا زازا. طير بسرعة عشان تنقذ حبيبتك فتافيت السكر. طير يلا يا فرافيرو. حبايبك بينادولك يا فرافيرو. عمري ابدا ما اتاخر عنكم يا حبايبي يا فتافيت السكر. انا جاي.
حبيبي زازة. العتبة جزاز والسلم نايله في نايله. يا اخواتي. نايلو في نايلو والعتبة جزاز، واللي يخون بلده وأهله يستاهل الحرق بجاز. السلم نايلو في نايلو والعتبة جزاز، واللي يخون بلده وأهله يستاهل الحرق بجاز. السلم نايلو في نايلو والعتبة جزاز. السلم نايلو في نايلو والعتبة جزاز، واللي يخون بلده وأهله يستاهل الحرق بجاز. السلم نايلو في نايلو والعتبة جزاز، واللي يخون بلده وأهله يستاهل الحرق بجاز. السلم نايلو في نايلو والعتبة جزاز.